أنا نسمع كل الأفكار باش نعرف رواحنا لن دراحنا نصبحوا على بحر نتاع بترول، وهذا نتمنوه ماذا بينا لوجو اليوم احنا في أمس الحاجة معناها للطاقة والغيرة وباش نمو الاقتصاد نتاعنا وغيره. أما هذه فزاعة سياسية اليوم من أجل كل واحد ونجي محطة انتخابية سياسية كل واحد يحب يربح نقاط سياسية على حساب معناها أني المجتمع وعلى حساب الخطابات الرنانة اللي ملينا منها تقريبا واللي أضرت اليوم في مصداقية الثقة ما بين شبابنا وما بين النخب السياسية. اليوم هالندوة ذي اللي دامت على أكثر من 3 أيام توصيات، التوصيات هذه مش تكون أرضية ياخذها بعين الاعتبار الاتحاد العام التونسي للشغل للتعبير على مواقفه من خلال كل المحطات. احنا ما نشاركوش في التنفيذ وماناش آلة من الآلات اللي باش يحطونا ينفذ بينا حتى حد، احنا نشاركوا في الأفكار، نشاركوا في رسم السياسات، في رسم الخيارات، وقت اللي نتفقوا على تمشي وعلى خيارات، وقت نتحملوا مسؤوليتنا زاد حتى في التنفيذ مدى الجدية ومدى القدرة على التنفيذ. منظمة مسؤولة ورصيدنا رسمانا هي مصداقيتنا، ومصداقيتنا ما نبنوا مواقفنا إلا من خلال المعطيات الموضوعية اللي نبنوها على أسس علمية وأسس معناها مؤسساتية.